أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لما وضع الله عز وجل الربا وطالب برأس المال، فيه ناس حتى ما يستطيعون ولا رد رأس المال، ولا لا؟ فقال الله عز وجل، قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. العسرة هي ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة. فنظرة أي تأخير إلى ميسرة. ثم دعاهم الله عز وجل إلى قوله: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية اشتملت على أمرين: الأمر الأول الإنذار. إنذار ماذا؟ المعسر. وهذا واجب، يجب على كل من داين إنسانا معسرا أن ينظره. وقد وردت الأحاديث الصحيحة يا أخواني على فضيلة الإنذار. منها ما جاء في الصحيح أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأل عنه فقال: نعم هو في البيت. فنادى فقال: يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ ليش تهرب عني؟ ليش تقول قولوا له ما هو بالبيت؟ الحين بعض الأطفال ها أبوه يقول له: قولوا له، قل له ما هو بالبيت، روح يجيب العبارة كاملة، فيفضح والده، ولا لا؟ هذا الصبي فضح والده، أخبره أنه في البيت. فقال: أنا ما تركتك، يعني أنا معسر وليس عندي. قال له أبو قتادة: الله الله، أنك معسر؟ يعني استصعب على نفسها يعني أبو قتادة أن يلاحق معسرا. قال: نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش، في ظل العرش يوم القيامة. فالإنذار يا أخواني واجب، لكن الله دعانا إلى ما هو أفضل من الإنذار في الآية. قال: وأن تصدقوا. إيش معنى تصدقوا؟ طبعا يا أخي أنت معسر، الله موسع عليك يا أخي، وش؟ ولذلك أنا أستغرب من بعض أصحاب العقارات الهائلة الذي يخرجون إنسان فقير مسكين ها من بيته ما دفع على إيجار، تجد عنده يا أخواني 10 عماير، وعنده في 10 عماير هذه 40 شقة، وفي الشقة هذه فقير، ويدفع مرة ومرة ما يدفع، ونص يجيب الشرطي يطلع. يا أخي هذا معسر، اصبر عليه، الله أنعم عليك بهالنعم العظيم، الله عز وجل اجعلها صدقة. وأن تصدقوا، ولذلك يقول الصدقة سنة، أما الإنذار فواجب. حد ما هم يريد أن يخرجه راحت، لكن انتضع عنه تماما، لكن يجب عليك أن تنظر إلى ميسرته، وبقاء الحال من المحال، ولا لا؟ إن شاء الله سيغنيه ربه عز وجل. ثم قال الله عز وجل واعظا عباده مذكرهم بزوال الدنيا وفنى ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. يقول الله: أنا أخبرتكم بحرمة الربا، أخبرتكم بالصدقات، أخبرتكم بكذا، أخبرتكم بالإنذار، لكن ترى فيه يأتي يوم الحصاد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله حكم العدل، كل ما ضاقت بك الدنيا في هذه الدنيا تذكر أن الله لا يظلم يوم القيامة، كلما همت نفسك بسوء تذكر أنها ستوفى كل نفس ما كسبت يوم القيامة. ولذلك يقال أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن العظيم، وقد تم الجمع قبل قليل بين هذا القول وقول آية الربا. بعدما ذكر الله عز وجل آيات الربا ذكر بعدها آية الدين، وقد تقدمت المناسبة في ترتيب في هذا الترتيب، وآية الدين هذه أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن هي هذه الآية وتسمى آية الدين. وقد روى ابن جرير عن سعيد المسيب أنه بلغ أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين، وقد تم الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بحمد الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام، أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي رب من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال ربي زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، وهذا من الغيبيات التي أظهرها أن عمر آدم كم؟ 1000 سنة. فزاده 40 عاما، زاد من؟ وأخذ من عمر اللي هو 900، صار 960 عمر آدم. فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمره 40 عاما، فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت؟ نسي آدم عليه السلام، قال ما فعلت؟ قال فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة، وأشهد عليه الملائكة. ولذلك الكتابة يا أخواني مهمة، والإشهاد كما سيأتينا، الكتابة والإشهاد مهمة. والدين هو كل ما ثبت في الذمة، الدين هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو أجرة أو صداق أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة يسمى دينا. تداينتم، قال الزجاج يقال داينت الرجل إذا، أو داينت الرجل إذا عاملته فأخذت منه بدين وأعطيته. إذن المداينة هي المعاملة. نادى الله تبارك وتعالى الناس كذلك بالإيمان كما ناداهم في الربا، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك. ليه؟ قال إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وتتبعوا يا أخواني نداءات القرآن، ولو كتب فيها كتابة لكانت رائعة، من منطلق قول ابن مسعود فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني إذا تداينتم بشيء مستقبل فاكتبوه. وهذا إرشاد من الله تبارك وتعالى لعباده ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها. فإن الناس ربما يختلفون في إيش؟ في وقت حلول هذا الدين ولا لا؟ وربما يختلفون في مقداره، في كميته. ثم قال الله عز وجل قوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيق والحفظ. فإن قيل ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع؟ هذا يسمونها العلماء ظاهر التعارض بين القرآن والسنة، ظاهر، ما يسمونه التعارض، ظاهر يعني في ما يظهر لكن في الحقيقة لا يوجد تعارض أبداً، لا بين القرآن نفسه ولا بين القرآن والسنة. فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً،
لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه عن الناس، والسنن كذلك محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي أمر بالكتابة هي أجزاء أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إرجاد، فاكتبوه يا أخواني، هذا أمر إيش؟ إرشاد. وهذا هو القول الأول، وهو قول جماهير المفسرين. القول الثاني يا أخواني أن الأمر بالكتابة أمر إيجاب، وهو رأي الطبري رحمه الله، حيث قال إن كتب الديون واجب على أربابها وفرض بهذه الآية. والصحيح هو القول الأول، وأن الكتابة إنما هي من قبيل الإرشاد والندب، لا من قبيل ماذا؟ لا من قبيل الإيجاب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. إرشاد، لأن كانت الكتابة قليلة كاليوم ولا لا؟ في وقت نزول الوحي الكتابة كانت قليلة، وكان الكتاب قلة، فكان الناس يأتون إليهم ربما انشغل. فقال الله عز وجل ولا يأبى كاتب أن يكتب. ليه؟ ليه ما يأبى؟ الله هو الذي علمك، جاهل هذا جاهل ما يكتب، وأنت إيش؟ فمن زكاة هذا العلم أن تؤديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرى. ثم قال الله عز وجل فليكتب، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما عن الله، فليكتب. قوله فليكتب تأكيد معنوي لقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب فليكتب. إذن قوله فليكتب توكيد معنوي لقوله أن يكتب. وقيل بل هي تأسيس، يعني تأسيس معنى جديد، تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة. وش المعنى؟ يعني وش الكلام هذا؟ تقول والله توكيد وتأسيس، يعني الله تبارك وتعالى قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. السياق الآية أن يقول وليملل الذي عليه الحق، ولا لا؟ يكون الكلام متسقا. لماذا أعاد الأمر بالكتابة؟ قال بعض العلماء إنه توكيد، توكيد للأنباد، توكيد للكتاب. وقال بعض العلماء بل ما هو توكيد، تأسيس معنى جديد، وهو إيش؟ الكتابة الأولى قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب أمر بالكتابة مطلقا، فليكتب دعوة إيش؟ للمبادرة، لا دعوة لمبادرة الكتابة. طيب أيهما أولى؟ إذا دار المعنى يا أخوان، هذه قاعدة في التفسير، إذا دار المعنى بين التوكيد والتأسيس نحمل المعنى على أيما؟ على أيهما؟ التأسيس. لماذا؟ لأنه يحمل معنى جديد، لأنه يحمل معنى جديد. الله عز وجل فاكتبوا، هذا أمر للدائنين، وقلنا إن الأمر أمر إيش؟ إرشاد، وقال الطبري إنه أمر إيجاب وصح عنه. طيب الكاتب، الكاتب قال بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يكتب، خاصة إذا توقف ثبوت الحق على الكتابة، وهذا رأي الطبري متسق، فجعل الأوامر كلها من باب الوجوب هنا في هذه الآية. وأما ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن فيراه أمر إرشاد إلا إذا تعين على الكاتب، يعني أنت أتيت لي وأنا مشغول وأعرف أنك ستجد كاتبا آخر، فهل يجب علي أن أترك أعمالي وأكتب لك، أو أدلك على شخص آخر وتروح لما واحد يقول لا أنا ما أبي إلا تكتب لي أنت، طيب فيه فلان يكتب لي، قال لا تكتب لي أنت، الله أمرك أن تكتب لي، هذا امتحان للناس ولا لا؟ ولذلك الصحيح أنه أمر إرشاد لا أمر، إلا إذا إيش كانوا في مكان ما في إلا هذا، فهذا يتعين عليه، يتعين عليه الكتاب. يجوز يأخذ أجره؟ يجوز يأخذ أجره، لأنه الكتاب صنعة. طيب قال الله عز وجل وليملل الذي عليه الحق. من هو الذي عليه الحق؟ الذي عليه الدين، أحسنت، يملل هو الذي يملل، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك. ثم قال الله ولا يبخس منه
شيئا. لما جعل الله عز وجل لك الإملال اللي هو أن تمل، يعني أن تقول والكاتب يكتب، قال ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص في كميته ولا في كيفيته ولا في نوعه ولا في وقته. فإن كان الذي عليه الحق اللي هو إيش؟ صاحب الدين، سفيها يعني محجورا عليه بتبذير ونحوه ما يعرف، أو ضعيفا، والضعف يشمل ضعف الجسم وضعف العقل، يعني إما أن يكون صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل، هو يمل يعني يملي الكتابة. قال الله عز وجل فليملل وليه، فليملل ولي هذا الرجل، إما السفيه أو الضعيف أو إيش الذي لا يستطيع، إما لي لا يستطيع، إما أخرس لا يستطيع يتكلم، أو فيه يعني جهل أو غير ذلك، يجهل ما يعرف يكتب. واضح يا إخواني؟ ها؟ لا يستطيع التعبير، معناه لا يستطيع التعبير. فليمل وليه، ولي صاحب الدين بالعدل، كذلك أمره، كذلك بما أمر به صاحب العدل. فالقصور ثلاثة إذن: السفه، الضعف سواء ضعف الجسم أو العقل، عدم الاستطاعة لأي سبب من الأسباب. ثم قال الله عز وجل واستشهدوا، قال الله فليملل وليه بالعدل. وليه، الضمير وليه، ولي من؟ قال بعض أهل العلم أن الضمير عائد على الحق، أي ولي الحق وصاحبه، هو وري الطبري، وضعف هذا الزجاج والقرطبي، وقال إن الضمير عائد إلى الذي عليه الحق. إلى الذي عليه الحق، يقول كيف تشهد بين على تدخل مال في ذمة سفيه بإملاء الذي عليه الدين؟ يعني واحد سفيه ضعيف، واحد يأتي الذي صاحب الحق ويكتب، يقول الله اكتب على فلان السفيه هذا إيش كم؟ اكتب عليه أن لي عنده 20,000 وهي 10,000، هو ما يدري، ما يسمع، إنسان ما يسمع، صح ولا لا؟ ولا يعرف القراءة. إذن الصحيح أنه إيش؟ أن الضمير عائد إلى الذي عليه الحق كما قلنا. ثم قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتاب، هذا أمر زائد على الكتابة، إنه تكتب ثم إيش؟ تشهد على الكتاب، هذا جرت العادة عند الناس كذلك ولا لا؟ يكتبون، يذكر الشاهد الأول، الشاهد الثاني. فإن لم يكونا رجلين فرجل، طيب 4 نساء يصلح؟ لابد معه الرجل بنص القرآن. فأمر، قال الله عز وجل فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قالت تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، يعني ذي عقل منكن. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان بسبب حيض أو نفاس، فهذا نقصان الدين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، هنا في الإشهاد وفي الميراث وفي العقيقة، فإن الولد يعق عن كم؟ يعق عنها شاتان، والبنت يعق عنها شات واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة، نحاول نسرع شوي، ممن ترضون من الشهداء، فيه دلال على ما هو بأي شاهد، لابد لأن الشاهد يريد أن يتحمل ولا لا؟ ممن ترضون من الشهداء، هل قال الذي يصلي؟ هل قال كذا؟ لا، جعلها إيش؟ أشار إيش؟ إلى العرف. ولذلك قال السعدي رحمه الله والعدالة يشترط فيها العرف في كل زمان ومكان، فكل من كان مرضياً
معتبراً عند الناس قبلنا شهادته. كل من كان مرضياً معتبراً عند الناس، يعني ما نشترط نقول والله يا أخي لا يشهد إلا حافظ القرآن، لا، ما تعارف الناس على أن هذا الرجل مرضي شهادته ويؤديها كما هي نقبل شهادته، وهذا من رحمة الله بالعباد ولا لا؟ لو اشترط علينا شروط لصعب علينا هذا الأمر. ثم قال الله عز وجل أن تضل، وقال ابن كثير في قضية الله هذا مطلق، هذا مقيد، حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن، قال له ممن ترضون من، إذا ذكر الشهادة في القرآن مطلقة فالمقراد بها إيش؟ أن يكون مرضياً. فيقول ابن كثير هذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. أن تضل معناها أن تنسى، أن تضل أن تنسى، إحداهما يعني إحدى المرأتين فتذكر إحداهما الأخرى. إيش معنى فتذكر؟ يعني تخبرها، تقول لها ترانا شهدنا، ترانا شهدنا. وقد أبعد كل البعد من قال فتذكر من الذكورة، بمعنى أن المرأتين يصيرن إيش؟ رجع ذكر واحد. هذا قيل في التفسير بل هذا ضعيف، فتذكر من التذكير وليست من الذكورة، فتذكر من، وهو من غرائب التفسير، يعني بعض المفسرين لما ذكر فتذكر قال تجعلها ذكرا، يعني مرأتين في الشهادة تجعلها ذكرا، هذا صحيح لا ليس بصحيح، بل نقول إذ لو كان هذا المعنى لصح أربع نساء ولا لا؟ لأن امرأتين امرأتين ذكر وذكر، لكن القرآن ما لم يرد بهذا، إنما قال فتذكر من التذكير، فتذكر رجل وامرأته. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وش معنى ولا يأبى الشهداء؟ فيها قولان أو فيها معنيان. المعنى الأول إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، بمعنى وإيش؟ إذا قلت لك اشهد تشهد. وقيل وهو مذهب الجمهور أن المراد ولا يأبى الشهداء إذا دعوا أنها الأداء. وش معنى الأداء؟ وش الفرق بين القولين؟ هاي يا جماعة، الأول قلنا التحمل والثاني الأداء. أي وش المراد في الآية؟ يعني وش الفرق بين القولين؟ لا إيه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الدعوة هنا القرآن ماذا يريد؟ إذا ما دعوا، إيه نحن قلنا قول الأول أنها دعوا للتحمل، يعني الآن ما فيه أصلا شهادة ولا لا؟ فإذا دعوتك لتشهد قولك أنا عندي كذا وكذا، يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. القول الثاني وقول جمهور المفسرين أن المراد بها ليس دعوة إيش الشهادة، وإنما دعوة الأداء، أنك شهدت وانتهيت، فاحتاج صاحب الدين أن تدلي بشهادتك لا تأبى، لأن إيش إثبات حقه متوقف على دعوتك. طيب أيهما أصح؟ كلها صحيح، كلها صحيح، الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، هل بينهما تعارض يا إخواني؟ ليس بينهما تعارض. ولذلك إذا أردنا، خذوا قاعدة في التفسير، إذا استطعنا أن نحمل الآية على كل المعاني التي قيلت فيها فهو أولى من حصرها على معنى واحد، بشرط أنها لا تتعارض هذه المعاني. هل هناك تعارض بين تحمل الشهادة وبين أدائها؟ لا. إذن نقول الآية تحتمل كلا، لا يأبى الشاهد إذا دعو، أنت ما يضرك يا أخي إذا شهد، قال يا أخي اشهد على أنت في المعارض وباعوا سيارة وأنت عندهم، قال جزاك الله خير، تشهد ان مثلا انك ايش؟ اننا بعنا هذه السياره، ابشر. اقول لا والله ما اشهد، اشهد ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، انت شهدت فعلا حضرت، فاذا احتاجوك يوما ما، وغالبا لو كل خصومه وكل شهاده احتاجوا الناس اليها ما كانت المحاكم هذه، ما كانت بيوتنا صارت محاكم ولا لا؟ لكن من فضل الله ان ما زال الناس يتبايعون ويتشارون، وكما سياتي ان شاء الله. ولا تسأموا، هذا إرشاد آخر، أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله، وهذا من تمام الإرشاد. ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة إلى أجله،
ذلكم أقسط عند الله، كل هذه الأشياء ذلكم ما الضمير يرجع ذلكم إلى ماذا؟ لكل الآداب التي ذكرت في الآية، الكتابة والإشهاد وأداء التحمل وتحمل الشهادة وأدائها. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أقسط أي أعدل، وأقوم للشهادة أثبت للشاهد إذا وضع خطة ثم رآه وتذكر به الشهادة. إلا استثنى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن التجارة الحاضرة، أنت في السوق تبيع وتشتري، هذا بيأخذ السلعة معها الآن وأنت بتأخذ الفلوس، وش باقي؟ باقي شيء، انتهت العملية. قال ولا تسأموا وإلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني لا تكتب، ما يلزم، واضح؟ إذا كان البيع حاضرا يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور. ثم قال الله عز وجل وأشهدوا، إذا يعني الشهادة هنا هل هي الشهادة الأولى؟ الشهادة الأولى لماذا؟ للدين المؤجل، والشهادة هنا ها للبيع الحاضر. طيب ليش تركت الكتابة؟ أعفي الإنسان وطلب منه الشهادة، ها يا جماعة؟ نعم، يعني بعض الناس يقول والله باع سيارة على فلان ويوم ذاك هذه سيارتي، لكن نشهد أن تبايعنا وعطاه نقد، الحين الحمد لله الشاهد منه الشيك ولا لا؟ ها تكتب بس الشاهد أنه مقابل سيارة وروح الرجال يصرفها خلاص. ولذلك وأشهد إذا تبعتم، هل هو أمر إيجاب ولا أمر إرشاد في المبايعات الحاضرة؟ إرشاد، الصحيح أنه إرشاد للإحتياط فقط. ولذلك قال القرطبي يا أخواني كلام نفيس في هذا الباب، قال ما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد، يعني يقصد تبايعون المبايعات الحاضرة من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه، ولو وجب الإشهاد. إذن كلها آداب يا أخواني في هذه. ثم قال الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد، يضار هذه يا أخواني، ولا يضار كاتب، الضرر واقع على من؟ ولا يضار، وش معناه؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد، ها ولا تأملوا معي يا أخواني، ولا يضار كاتب ولا شهيد. بعض العلماء قال ولا يضار يعني لا يضر الكاتب والشهيد صاحب الإيش؟ صاحب الحق. طيب هذا قول. القول الثاني ولا يضر صاحب الحق الكاتب والشهيد والشاهد، يعني كل يوم جرجرهم المحكمة تعال، ها أو أي صورة من صور المضارة، واضح؟ إذن يحتمل عندنا أحد أمرين ولا يضر كاتب ولا شهيد، إما أن الضرر واقع على صاحب الحق وفاعل الضرر من هو؟ الكاتب. شلون الشاهد أن يشهد بما بخلاف الحق والكاتب أن يكتب خلاف الحق؟ القول أو المعنى الثاني ولا يضار صاحب الحق الكاتب والشاهد. طيب أيهما أصح؟ أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، في دربة ما شاء الله، أحسنتم، صحيحة، كلها صحيحة، لأنه ربما يقع الضرر من هذا. فالله شوفوا بلاغة القرآن، بلاغة، قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فاحتملت. ليش احتملت كلية المعنيين؟ قال العلماء لأن يضار يصح أن تكون بالفتح من يضارر الكاتب والشهيد أو يضارر الكاتب والشهيد، فأتت على ما لم يسمى فاعله، فأتت تحتمل كلا المعنيين. ولذا الصحيح يا أخواني أيها المفسرون أن كلا القولين صحيحة، أن كلا القولين صحيحة والحمد لله. نعم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، تفعلوا ماذا؟ المضارة، أي إن خالفتم
ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه، المضارة هي هذه أقرب إيش؟ وإن فعلتم المضارة للكاتب فإنه فسوق بكم، واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، ويعلمكم الله مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فتقوى الله عز وجل من أعظم أسباب العلم، واتقوا الله ويعلمكم والله بكل شيء عليم أي عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. السفر يا أخواني هو مفارقة محل الإقامة، أن الضرر واقع. القول الأول على الكاتب والشهيد أو صاحب الحق يضر الشهيد، يعني فاعل الضرر إما الكاتب والشهيد أو أن صاحب الحق هو الذي يضر الكاتب أو الشهيد، يضرهم بواجدة أساليب الضرر. أسأل الله لا يجعل يريك على ما قال تشهد لي واحد ولا تكتب له كل يوم يجرجرك في المحكمة يطلعك من شغلك ويلا اشهد ويصير الجلسة بدالة 10 جلسات، أنت رح أسأل المحاكم تشوف أشياء كثيرة مضاررة لا صور. ولذلك ما ذكر نوع المضاررة ليش؟ لأن لا يمكن تصورها بصورة واحدة، المهم لا تضر بشيء. طيب وإن كنتم على سفر، السفر مفارقة محل الإقامة، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس وإن وجدوه لكن لم يجدوا قرطاسا أو دواتا، يعني تعذرت الكتابة، المعنى تعذرت الكتابة، فرهان مقبوضة. الرهن لغة الحبس، وشرعا هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أي الدين أو بعضه منها، توثيقة دين بعين يعني تبيع لك مبايعة وترهن بيتك مثلا أو غير ذلك، ترهن مثلا سيارك في السفر، ترهن مثلا ساعتك، ترهن أي شيء، العين هذه يمكن استيفاؤه، يأخذ هذه ويبيعها ويأخذ حقها منه. فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى فرهان مقبوضة أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، يعني لابد أن يكون الرهن مقبوضا كما هو مذهب الشافعي والجمهور. واستدل آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. والقول الثالث أن قبض الرهن يا أخواني ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم، يعني هل يلزم مثلا أني لا رهنتك بيتي أني أطلع أنا ومكنك من البيت ولا ما يلزم؟ ها؟ ما الصحيح هذا في أقوال ثلاثة لأهل العلم، لكن الصحيح يا أخواني إيش؟ أنه لا يلزم القبض، وأن الرهن يلزم بمجرد إيش؟ كتابة هذه الرهن، أنه رهن لك هذه الأرض يلزم. وما زال الناس يتبايعون يرهنون بيوتهم وسياراتهم ويمشون عليها ولا لا؟ لكن متى ما استطع ما لم استطع أن أوفي حق مكنتك من الرهن، وهذا هو القول الصحيح. طيب لم يبين الله عز وجل كيفية القبض هنا في هذه الآية، فنرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف، وهذه قاعدة، كل ما لم يبين كيفيته فيرجع فيه إلى عرف الناس، لذلك دائما التعاملات المالية يرجع فيها إلى العرف. طيب قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر، طيب هل يجوز الرهن في الحضر؟ طيب الله قال وإن كنتم على سفر، لأن هذا في غالب الأحوال ألا تتوفر إيش؟ الكتاب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي، فصح على أن الرهن يجوز في الحضر والسفر. ثم قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن، يعني لا يلزم الرهن إذا حصلت الأمانة، إنما الرهن لزيادة توثقة. قال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث عن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها،
قال ابن عباس: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. يعني شهادة الزور أن تشهد بالكذب هذا من أكبر الكبائر كما دلت على ذلك الحديث، وكتمان الشهادة كذلك. ومن يكتمها، يقول الله عز وجل: فإنه آثم قلبه. قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وهنا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر، وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله، وكما قال في آية أخرى: يعلم السر وأخفى. وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. الله يعلم، وما كما يعلم يحاسب. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله، شوفوا أهل الإيمان الصحابة يا أخواني، لما نزلت: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبهم يربيهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش فضل الصحابة على الناس؟ ليش صاروا خير القرون بهذه المميزات؟ فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يثني عليهم ربهم جل وعلا. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فامتن الله عز وجل على هذه الأمة أنهم أطاعوه ولم يقولوا سمعنا وعصينا كاليهود. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل خفف عليهم. ومن العلماء من قال: ألا نسخ، ألا نسخ، وهذا هو الصحيح، وأنه لا يلزم من المحاسبة يا أخواني المعاقبة، ولا لا؟ فرق آتي أنا وحاسبك، أقول: شوف، أنت ترك سويت كذا سويت كذا سويت كذا سويت كذا، طيب انتهي، أنت تستحق الآن العقاب ولا لا؟ أغفر لك. فلا يلزم من المحاسبة المعاقبة. ولذلك يا أخواني يعني أعطيكم قاعدة: يكثر كثيرا في كتب التفسير هذه الآية نسخ، بل آية السيف اللي هي آية التوبة قالوا نسخت 114 آية. دائما يقول نسختها آية السيف، نسخ قرأته في كتب التفسير. ولذلك ينبغي أن نعلم أنه لا يوجد يا أخواني في القرآن من القرآن المنسوخ على التحقيق إلا آيات لا تتجاوز عدد أصابع اليدين على التحقيق. لو حققنا المسائل اللي قيل في النسخ لا يصح منها، والباقي يصلح الجمع مثل كما جمعنا في هذه الآية، وأن المحاسبة لا يلزم منها المعاقبة. أضف إلى ذلك أن السلف رحمه الله عندما يعبرون بالنسخ فإنهم يعنون النسخ بمعناه العام، فيدخل فيه تقييد المطلق وتخصيص العام، ويدخل فيه النسخ الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل
إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.